السلام عليكم مشاهدي قناة عيساوي، مرحبا بكم. تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم تنتواجدوا فواد إفرطن اللي جاي يعني يبعدوا عن ودلو واحد بعض الكيلومترات اتجاه شفشاون. خليكم معنا تشاهدوا معنا الخبايا ديال هذا الواد والمناظر الطبيعية الخلابة. إذن احنا غادي نتجهوا في اتجاه الواد، نخليو هاد الانطلاقة في كيستالاسيون خيام، غادي نتبعوها حنا قطع في وسط الماء. غادي تتشاهد مطار قطع في وسط الماء الأصدقاء ديالنا. يلا وليدي يلا، يلا السمكة كحزل لنا بالي كنت ماشي فندق. دخل الوسط، لا دخل الوسط تما يمكن تكون غارق شوية. ها شو تبع هاد الناس. يلا بطاء وتستمر مغامرة عيساوي في الطبيعة اللي أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى. هذه جينا الأرض، هنايا كاين الخيام منصوبة على جنب هذا الواد في الأول. هنايا الكل يتمتع بالطبيعة صراحة، الله لا توصف. الناس تحاول تقطع الماء في الانستالاسيون، هذوك الناس العودة. بالإضافة للخيام كاين هاد العشات يتكراو هنا على جنب هاد الواد اللي بغا يقيل إن جورني تتشاهد في ذاك الجهة الأخرى. حنا نمشيو نشوفوهم إن شاء الله، تتشاهدوا معنا. التخييم ديما هنا موجودين،
كاين واحد جوج دعين او لي سورس ديال الماء سخن. الله العظيم الاولى هي هادي شتو ما تيشربوش الماء. والثانيه حنا نمشيو لها في هاد الاتجاه، راها كتبين عليها واحد البلاكه بس لا تخيب لا بتحس تكون خايبه من بال الماء. قوين اخرى عاوتاني هي هذا الصبيب ديال عقلي شويه تشعل معنا الطبيعه الكاس لو سول توجور